ولا دخل الوقت ولا الله ها المبادرة هذه هذه من الجهة رئيس الدائرة اليوم حنا متواجدين بقرية شتاتحة أمام النقب هذا اللي قام بإنجازه يعني مجموعة من المواطنين اللي طوعوا من أجل تموين قرية شتاتحة وقرية دواديش بالمياه الصالحة للشرب. حنا نثمنوا المبادرات هذه تاع المجتمع المدني اللي تصب كامل في المنفعة العامة واللي تساهم في يعني في فك ويعني وتلبية يعني الحاجيات الأساسية لسكان هذه المنطقة. أنا من هذا المنبر يعني نشكرهم وإن شاء الله مع المجهودات هذه نقول لهم بلي بارك الله فيكم وان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم. ونزيد من هذا المنبر ثاني نزيد يعني نشكر المندوب البلدي يعني اللي كان يعني يساهم في هذا العمل يعني يعني بالاتصال يعني بناس القريه والناس اللي طوعوا في هذا العمل ان شاء الله. احنا تعبنا باش حفرنا النقب هذا اللي راه يمد 12 لتر في الثانيه لفائده دوار شتاتحه بلديه مجان وليد برج باريس. البير هذا طوع لنا واحد بيه كثر خيره ان شاء الله صدق على بويو وعلى الدوار الكل. والناس هذه اللي ساهمت كثر خيرها. وهذا راه زوج دواور دوار الشاتحه ودوار دواديش وكثر خير رئيس البلديه ورئيس الدائره. نشكر الناس اللي ساهموا في هذا المبادره هذه تاع الفرج هذا. وكثر خير الناس وهذه مبادره مليحه ان شاء الله للدوار لهنا. المجهودات تاع الدوار برعنا واحد من القريه كثر خيره. مبادرة هذه حسنه التسهيلات الاداريه من طرف البلديه العمال تاع القريه كانوا في احسن وجه. كملنا الهيكل تاع الشاطو التجهيزات تاعو حفرنا الفراج وطلقنا ما شاء الله قتلنا بعض الاجراءات نديروا النفاسي والماء باش الناس القريه تزود بالمياه والحمد لله هذه مبادره وبارك الله فيهم وجزا الله خير. احنا كنا نعانيو من نسبة المياه وقمنا بالمبادرة هذه قمنا بحفر البير هذا كنا نسهروا حتى للساعتين تاع الليل وحنايا مع ذاك كانوا ولاد عمي اكل معنا وكل ساهموا وعاوننا شاف الدائرة عاوننا رئيس البلدية اللي سهروا معنا حتى خلصنا هذه المبادرة وان شاء الله ربي يجعلنا في ميزان الحسنات. والرب سبحانه كما قلنا وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وهذه الجماعه هذه الله يبارك هذا الشبيبه نتاعنا هذه يعني شيء جميل انهم قاموا بهذه المبادره هذه. نشربوا بالعشر ايام مره بالعشرين يوم مره وهذا الشهور الاخرين هذه يعني عانينا ونظر للمجموعه تاع الشباب هذا الله يبارك قاموا بهذه المبادره والحمد لله يا رب العالمين. يعني وهذه صدقه جاريه بالنسبه لهم وعلى والديهم والمبادره هذه طبعا قام بها باعانه من السلطات المحليه وعلى راسهم السيد رئيس البلديه وسيد رئيس الدائره. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.